يوم وطني لعامل النظافة مقترح تقدمت به وزيرة البيئة، ذلك من باب رد الاعتبار لهذا الإنسان الذي يكنس نفاياتنا ويحافظ على جمالية المحيط لنصفه في الأخير بعبارة الزبال. ما هو رأي الجزائريين في هذا المقترح؟ هو موضوعنا اليوم لعدد جديد من برنامج صوت البلاد، تابعوا معنا. هذا المبادرة اللي دارتها الوزيرة نورمالمون مبادرة لا بس مبادرة مليحة، مبادرة رانا كيما نقولوا فرحانين بها قايتك، كاع حنايا كاع فرحانين بها ورانا مستعدين باش نعاونوها قايتك، نعاودوها بيدينا بالعمل تاعنا وهي تعاوننا باغ اكزومبل العمال هذوما مش واصلين مساكن لابي تاعهم والله ما تلحق الامكانيات والله ما عندهم، ما نورمالمون هاد العمال اللي تاع النقا تاع الاخر هما الاولين هما اللي يخلصوا بيان. انا دابا المبادره هذه ماشي كافيه، انا بالنسبه ليا ماشي كافيه، علاه ماشي كافيه؟ الناس يتغمنوا بزاف في الليل مسخين ويزيدوا يعايروا فيهم العباد، واحد يقول ما يهضروش حتى الهضره معاهم. المبادره مليحه بزاف ويستاهلوا اكثر، يستاهلوا اكثر من يوم وطني، يسالوا حتى في يزيدوا لهم في الخلصه تاعهم، مانيش عارف انا يستهلوا بزاف امتيازيات، لازم يكون عندهم امتيازيات ماشي غير نهار واحد اللي حنا نقولوا عطاهم نهار مي يستهلوا ماشي غير نهار. غير كافي، لازم يكون عيد وطني للنظافه، علاه خاطر هما اللي هم واقفين ليل ونهار وما كفاهمش في الحق، والله راهم مساكن راهم حالتهم حاله في كلش في ليل ونهار يخدموا. نظافة مليحة، حنا لو نصيبو عام كامل يوم وطني للنظافة، نظافة شكون ما يحبش النظافة؟ هاكي تشوفي تمشي في الطريق هذا كذا الزبل هذا، لو نصيبو عام كامل يوم وطني، مبادرة مليحة. لاباس بها إن شاء الله يا ربي، وإن شاء الله مبادرة حسنة، حاليا غير كافي، غير كافي حاليا، القدام الله أعلم. واش هي مقبولين شوية في السومة. ماشي هذيك هي سومة العمال. عمال النظافة يعطيهم الصحة تبارك الله فيهم، وإن شاء الله يزيدوا لهم في الشهرية، يتهلاو فيهم في الشهرية ويعطيهم الصحة هذه هي. كانش الأيام والواقع ما كانش، دوك ماذا بينا يكون الواقع صح ماشي الأيام. البيئة راك تشوفوا حالتها، وهذا الوزيرة كي تخرج بالمناسبات هذا مو عمل، العمل تاع البيئة ولا تاع النظافة هذا عمل يومي. العمال راهم يخدموا الله يبارك. راهم صباح وعشية يخدموا، العمال راهم يخدموا، واش هذا المجتمع هذا الظاهرة هذه؟ ما فهمتش كيفاه، ما الطونوبيل يزربط، ما الدار يزربط، ما ياكل ويخلي هذاك ويروح، ما فهمتش أنا كيف العقلية هذه. مبادرة قيمة على كل حال إذا كان، إنما المبادرة سياسة المبادرات لا تكفي، لابد من الديمومة في العمل، وتربية المواطن في حسن رمي فضلاته على أن تكون مثلا تخصيص ما هو إعادة الهيكلة تاعه أو استغلاله وما يرمى، يعني في خاصة في الجرافا الأشياء تاع الهدم. شيء بالحقيقة ما تكفيهمش، إن شاء الله يزيدوا لهم كنا نقولوا في الشهرية ونعاونوهم، إحنا ماذا بينهم يخدموا الليل مع النهار ما لحقوش، وإن شاء الله يزيدوا لهم، إن شاء الله يزيدوا لهم في الشهرية هذه هي، ماذا بينا يزيدوا لهم في الشهرية. وقليل فيهم والله قليل فيهم،
وكما قال الانسان ان شاء الله ربي كما قال يعطيهم ما خير ان شاء الله. ما هي ما تكفيش مهما تعطي لهم ما تكفيش، رد الاعتبار العمال النظافه واش راهم يعاني واش راهم يشوفوا في الميدان وكذا ما تكفيش، فهمتي كيفاش؟ واش الاخر كما يقول لك عمش ولا عمى، هم يلزم يتهلاو فيهم، يلزم يخدموا هاك شوي واحد من هذا من النظافه، راهو مورانا من هيك ينقي البيئه الجنينات. هاو مسكين هذا يحمل حمل ثقيل باش ينيطواي، هاو هاو قدامنا ماشي مثال، هاهم زوج هاهم مثال قدامنا هكذا، يلزم نتهلاو فيهم، يلزم نتهلاو فيهم. هم يقوموا بمجهود عظيم ونشكرهم على هذا، ونشكركم على هذه المبادره والحاله الاجتماعيه تاعهم، باسكو جميع الناس اللي يخدم مع النظافه سي بهم ما عندوش حتى سكن، ما عنده حتى كلي، ما عنده زوج ما عنده عائله، مي لازم نشوفوا لهم، نشوفوا هذه المبادره لازم نكونوا كاع واقفين عليها ان شاء الله. هذه حاجه قليله فيهم، لخاطرش هما اللي راهم ينقوا البلاد، هما اللي راهم ينظفوا، لو كان ماشي هما لو كان البلاد راهي لو كان راهي فوضى. زعما مليحه طار وسيله مليحه باش يشجعوهم باش يحبوا المهنه تاعهم. لازم الردع للمواطنين اللي خالفوا التعليمات تاع مال النظافه ومصالح تاع النظافه. نزيدوا نقترحوا عليها الوزيره تاعنا، نقترحوا عليها، قالت نديروا يوم بالسبت ولا بالجمعه، احنا الشعب الجزائري قايتك لي جان طبنات دراري الاخر هما يعاونونا غير بقولوا بالماتريال، بالشكاير حاشاكم بالشكاير تاع الزبل بالكوامن بلي بوبال، ومن احنا مستعد. انا نقترح على الشعب الجزائري، ماشي نأمر، نقترح على الشعب الجزائري نديروا نهار كاع نخرجوا نقوا كاع بلادنا غدوه من داك نرجعوها ورده تتبدل. حقوا اكثر من المبادره، قلنا يستحقوا ديمومة دائمة لاحترامهم لترقيتهم للإحسان إليهم، فهم ما أردت أن أقوله، إلا أنه قلت أنا ما كفات رانا إذا كان نرجع لسنوات السبعينيات والثمانيات كانت حملة النظافة دونك تتهلا في العمال تعطيهم حقوقهم يبدأوا يديروا النظافة، هذا ما كان لا يوم لا حتى لا نص يوم، علاه اليوم تعطي لهم حقوقهم لانهم هذو من حقوقهم تتهلا فيهم والمجتمع يرد باله عليهم ويحافظ عليهم يبداو ان شاء الله يديروا لنا النظافه ونكونوا في احسن حال ان شاء الله. من الدوله ونتمنى من الوزيره ومن الوزير كاع نتمنى يشوفوا الحاله تاعهم، الحاله الشخصيه والحاله العائليه، كاين اللي يستهل باش تعطيه مش عارف انا نسبه الاموال مش تكفي للمجتمع اللي رانا عايشين فيه، كل اللي يخلص مش عارف انا يخلص 5 مليون مش كفيته، هو مسكين يخلص مليون سيبيك مقبول، سما نتمنوا حنا يرفعوا لهم الاجور تاعهم. يعني ماشي كافيه، انا تبان لي انا بالكافيه هو الماده، يعطون ماده يجيدون بالخلصه، هذه هي المبادره، والمبادره تاع الهضره هذه ما كان تبان لي ماشي كافيه، حتى انا نهضروا عليهم ونشكروهم ونقولوا زين بيان بصح ماشي كافيه. اذا كان المواطن ما ربيناهش ما علمناهش، وهذا ترجع من العاملين اثنين في التربيه هما البيت والمدرسه، اذا كان هذو ما علمناش فيهم ما نقدوش نوصلوا الى ما وصلت اليه الامم اللي فاتتنا في هذا الجانب. هذا اللي تنفعهم كأم النظافه نورمالمون يديروا لهم كل في السنه يديروا لهم نهار تكريم، عندهم امتيازات كيما العمال وحده اخرين، يكون عندهم امتيازات كاي قطاع كاي مهنه، خاطرش هما ماش عندهم امتياز وماش عندهم ماش عندهم حق تاعهم ماش كافي ديجا، غير الخلصه تاعهم ما جيت خلاص غيجي شهر يكون فيه الدين صاي.
ان شاء الله نديروا نهار مبادره نهار كاع دي جون ما على باليش نسموها يا ودي يوم وطني باش ننظفوا بلادنا باش نقوا بلادنا كما نعرفوا نقوا روحنا ونغسلوا وجهنا نقوا بلادنا. المبادره هذيك تهضر لها وتقول لها ودي انت ناس ملاح وانت منا ويكثر خيرك على بالي هذه بصح الناس اللي هما المسخين اللي يطلعوا الفلوس هذوك اللي يعاونوهم ما هادو مساكين هذا واش عندك المسخ هو المسخين هما اللي راهم اللي يرموا في الفلوس. اليوم وطني لعمال النظافه في الحقيقه واش نقول لك نهار واحد ما يوالم شي يوالم 365 يوم حقيقه العمال اللي هم يقضوا الخدمه اللي هم يقوموا بها العمال النظافه ماذا بينا كاع نعاونهم ماذا بينا الشعب الجزائري كاع يساهم في هذا في هذه الخدمه هذه اللي هم يخدموا فيها العمال النظافه. هذه والله غير مليحه زعما العمال النظافه راهم ناقصين زعما هذه الطريقه الاولى زعما اللي يساهموا فيها يولوا ملاح زعما يعطوهم الحق تاعهم راه الحق تاعهم راه غايب بزاف في هذه البلاد هما اللي راهم ينقلوا البلاد لازم هذا قليل عليهم لازم اكثر حاجه مليحه اختي يعني وشيتو نظافه باسكو كون جيت تشوفي زعما البلاد تاعنا بريسك كاع مسخه كما كيفاه وعمال النظافه مش عاطينهم حقهم بارابور البلاد شاد هنا في بلديات تسمى اخر شهريه في البلاد هو عمل نظافه ماذا بيمزدهم في الشهريه ويخلوا الناس تطمن على روحها مليحه عمال النظافه ميعانوا بزاف نقص الامكانيات الماديه من الايمان والوسخ من الشيطان هذه هي